ستة أسابيع تمر على المنحى التصاعدي الذي تعيشه الجزائر في عدد الإصابات بكورونا، وضع يؤكد المختصون على أن تجاوزه يتوقف على توجه المواطنين بقوة لتلقي التلقيح، خاصة وأن 80% من الفيروس المنتشر حاليا هو سلالات متحورة أكثر سرعة في الانتشار، ولحد الساعة يعتبر اللقاح فعالا ضدها. لما نتكلموا الفاريون نتكلموا سلالة نتكلموا لي شونجمون كما يعيطولهم جينيتيك، يعني التغيرات الجينية، ماشي التغيرات اللي تقيس النظام المناعي اللي هما اللي عيطولهم لي شونجمون أنتيجينيك. لحد الآن ما كاش دي شونجمون أنتيجينيك ماجور، ما كاش تغيرات في النظام بالنسبة لنظام القدرة المناعية للفيروسات. لهذا تحكم سلالة راهي في جنوب إفريقيا، تحكم واحدة راهي في البرازيل، تحكم واحدة في الهند، كلهم يتغطاو باللقاح لأنه ما تغيرش من الناحية المناعية. تسخير جميع الإمكانيات لتحفيز المواطنين على التلقيح، خاصة بعد استلام 4 ملايين جرعة خلال الأيام المقبلة، هو ما تدعو إليه وزارة الصحة مع اقتراح تدابير جديدة ترمي إلى اعتماد وثيقة رسمية تسمح لجميع الملقحين الالتحاق ببعض الفضاءات العمومية. ربما في وقت يعني قريب المواطن عندما يروح على مستوى يعني الملعب تاع الرياضة باش يحضر مقابلة تاع الرياضة راح يطلبوا له الوثيقة افيك لو كود كيو ار باش يقدر يتفضل يدخل، كما نشوفهم في اوروبا حاليا كل ملعب يعني فيه جمهور، وفي بعض ايضا بعض الاماكن ايضا راح ربما نطلبوا له بلي يكون يعني يقدم وثيقة لتظهر بلي انه السيد ملقح. مع استلام اللقاحات والتكثيف من عملية التلقيح ينتظر التقليل من عدد الإصابات، لتبقى الخطوات الاحترازية الثلاث أول وسيلة وقائية: ارتداء الكمامة، الالتزام بالتباعد، وتطهير اليدين باستمرار.